سيادة الرئيس، في كل مرة تزورون فيها الدول الغربية تسألون عن حقوق الإنسان، عن الحريات العامة في مصر. ما هو الإجابة عن حقوق الإنسان للشهداء وأسره والمصابين وأسره في مصر؟ ماذا عن حقوق الإنسان لثلاثة مليون بيعملوا في السياحة وتضرروا نتيجة الإرهاب والتطرف؟ مين يصرف عليهم؟ ما بتسألنيش ليه عن حق الإنسان في مصر في التعليم الجيد، عن حق العلاج الجيد في مصر، حق التوظيف وحق التشغيل، ما بتكلمنيش ليه عن الإسكان الجيد؟ ما فيش مؤتمر سياسي، في عندنا إجراءات تقاضي حقيقية بيتم من خلالها مراعاة كافة الإجراءات القانونية طبقا للقانون المصري. 14 مطلع 14 نعيش دون تدخل، دون دعم للإرهاب أو المتطرفين.